ونبدأ بشهادتي لله للكاتب الهندي عز الدين، والذي جاءت في صحيفة المجهر السياسي وعنونها اليوم بالعشرية الثالثة حصاد الوعود الكاذبة. بدأ الهندي عز الدين زاويته بالقول: هل المشكلة فينا أم في عقلية تلك الدول التي تبعث إلينا بالمبعوثين والرسائل الشفهية والخطية بدلا عن بواخر البترول المتوفر لديها أكثر من المياه العذبة؟ ويقول الهندي: بالتأكيد، فإن الذي ابتدر التعاون مع تلك الدول هو الذي رسخ لدى قيادتها انطباعا لن يتغير بيسر، وهو أننا دولة أو دولة شهامة ورجالة وعطاء لا ينقطع ومن غير ثمن. نحن ندفع اليوم ثمن ذلك الاعتقاد الخاطئ بأن كل مشاكلنا يمكن حلها عبر هذا الحلف العربي أو ذاك. كل هذا كان وهما كبيرا زرعه من زرعه في تربة كاسدة ومضى إلى حال سبيله، فلم تنبت التربة زهرا ولا ثمرا. ويختم الهندي زاويته قائلا: إن الدولة اهتزت وانهار اقتصادها في عشرية الإنقاذ الثالثة، يوم أن صدقت الوعود الأمريكية الكذوبة بالسلام الشامل والتطبيع الكامل، فانفصل جنوبنا عن شمالنا وافتقر الشمال واحترق الجنوب وما يزال. ويضيف الهندي: ثم تركنا أعمالنا وكفاحنا وبترولنا وذهبنا وزراعتنا وثروتنا الحيوانية وصدقنا وعودا عربية أكذب من وعود اليانكي، فها هو يا ربنا حالنا ظاهر لا يخفى عليك، فالطف بنا وهون علينا.